شكل السوشيال ميديا الجبابره دول والتسخين واللي بيحصل بين اهلي والزمالك ده مش موجود عندي ولا موجود عندهم لحد دلوقتي اللي هم الناس القدامى دول. شكل المصالح لما بتخش يا ابراهيم في اي حاجه بتغير الكالتشر بتاع الحكايه اللي هي مش موجوده اصلا عندي. انما هي في نفخ في النار في انك انت تبقى بتاخد كلمه من هنا بسرعه, واحد قال كذا عايز تعمل انت عليها ايش, وعايز تعمل عليها شكل, عايز تعمل, مع ان في قامه وقامات ومؤسسات و يعني قيم كبيره قوي. انا ما اقدرش يعني اتبرع بنفسي انا واقول لمؤسسه زي مؤسسه النادي الاهلي تشتغل ازاي ولا تطبق ازاي ولا ايه الشورتج اللي عندك او انت عملت كذا. في مباراه نادي الزمالك مثلا ما اصطادوش انا في مباراه نادي الزمالك دي وحفل عليه, حفل على ادارته وحفل على جماهيره وحفل على لاعيبته وحفل مع, وانسى في نفس الوقت وانا بعمل هذا النقد او بعمل هذا الشكل او يمكن انا عايز مصلحته, يمكن انا بتكلم من قلبي عايز المصلحه لهذا الكيان الكبير كان اللي هو الراعي الرسمي للباقه في مصر الحقيقه على بس بنسى ان 3 سنين يا ابراهيم اصابات لو عدت على اي فرقه في العالم مش تنهار يعني تعدي على تشيلسي تنهار, تعدي على ليفربول تنهار, تعدي على برشلونه الكامل المكمل خدت بالك لما يطلع منه نيمار مثلا يقول لك راح باريس سان جيرمان يبقى حصل حكايه, لما يطلع رونالدو من ريال مدريد واحد الدنيا تتقفل والدنيا, ولما ياخدوا الدوري يقولوا يعني احنا انجزنا ولما يخرجوا من جميع البطولات هو برشلونه مثلا الناحيه الثانيه بتبقى علامه كبيره قوي. شوف الكيان هنا شكله عامل ازاي والكيان هنا شكله عامل ازاي, يتساوى النادي الاهلي مع هذا الكيان خدت بالك في المنطقه اللي احنا بنشتغل فيها لانه صاحب بطولات كتير قوي, صاحب تاريخ كتير قوي.